الزمالك يفوز على نصر مكسر في كاس مصر بهدفين مقابل لا شيء، والاحرز الهدفين كان اوباما يا برنس من عرضيه عبد الشافي. النهارده قدر الزمالك ان هو يتخطى نصر مكسر، الفريق اللي كنا بنقول قبل المباراه ان هو فريق رزل، ولكن كان في المباراه فريق عادي جدا جدا واقل من العادي كمان. ولكن نادي الزمالك قدر ان هو يفوز في المباراه بهدفين مقابل لا شيء، وكان ممكن نادي الزمالك ان هو بيفوز باهداف اكتر من كده. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل المباراه، ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، ما تنساش اشتراكك يا برنس، وتعالى بقى نتكلم عن المباراه شويه. تعالى لي نتكلم عن المباراه شويه، عشان النهارده المباراه في نجوم يا باشا. يعني عبد الشافي ده، انا يعني كمثلا انا مشجع اهلاوي، ولكن انا كمشجع اهلاوي انا مش عارف الناس في الزمالك هتعمل ايه بعد اعتزال عبد الشافي. يا باشا عبد الشافي الكوره بتيجي على رجله الشمال بيرفع الاوفر صح، مسطره. بص لعيب خبره خبره يا شباب، الخبره خبره. الناس دي بقى بتاع الزمن الجميل، الناس دي بتبع الزمن الجميل، ابو تريكه، بركات، احمد حسن. الاوفر صح، مش زي بقى اللعيبه بتوع اليمين دول توتو وفوتو. ولكن قدر الزمالك النهارده ان هو يفوز بهدفين مقابل لا شيء، واللي احرزهم مين بقى؟ اوباما. اوباما اللي الفتره اللي فاتت كان عمال ناس تنتقد في اوباما بشكل مش طبيعي، يقول لك انت بص يا عم اوباما بقى لك سنتين مش باين، يا عم اوباما مش عارف ايه، يا عم اوباما اوباما اوباما. ولكن اوباما النهارده يرد على كل الناس ديت ويسجل هدفين، وبرده كارترون من يعني لما قال وجهه نظره في تصريحات قبل كده، قال لك ازاي اوباما ده ما يروحش منتخب مصر؟ قال لك ده لعيب عبقري. ولكن اوباما من اللعيبه او من نوع اللعيبه اللي هي كويسه جدا وبتعرف تسجل اهداف، سواء بدماغه بقى او سواء برجله. انت لو بصيت على الهدفين اللي سجلهم نادي الزمالك، انت بص الجون الاول بتاع نادي الزمالك، شوف الكره بتاع اوباما بوش رجله من فوق، صعبه جدا الكره دي، يعني رافع وش رجله من فوق صعبه جدا. ولكن والهدف الثاني كمان بدماغه، هو يعني لعيب قصير القامه، يعني انت فاهم، مش لعيب اللي هو طويل ولا الضخم اللي هو يطلع جامب يلعبها بدماغه، ولكن لعيب قصير القامه وبيعرف يلعب، بيعرف يتمركز صح. هي دي النقطه، انت ممكن تبقى لعيب اوه لا لا، لعيب بجنبك عالي وطول بعرض وما اقولكش، ولكن تمركزك غلط. ولكن اوباما من اللعيبه اللي هي تعرف تتمركز بشكل كويس جدا في ال 18، ولكن سيبك من التمركز، ما انت ممكن تتمركز صح ولكن اللي يرفع لك الاوفر هو دوت يا برنس اللي يوديك في داهيه، يعني ممكن يرفعها لك يوديها لك السما، لا مؤاخذه عم المايك، يوديها لك السما، انت فاهم. ولكن قدر نادي الزمالك النهارده يلعب مباراه كبيره. ولكن بقى نيجي عند الثاني، جنش. جنش قدر النهارده ان هو يتالق ويسد كورتين يا شباب، متعه متعه. يعني جنش المره دي بيثبت كل ما تبص هيجننوني دول الثلاث حراس بتوع الزمالك، سواء ابو جبل سواء جنش سواء عواد، كل واحد بيطلع يتالق ويكسر الدنيا ويمشي كام ماتش في الاخر يقعد. انا محتار نفسي، يعني انا نفسيا محتار يا باشا. طب مين حارس الزمالك طيب اللي هو زي الشناوي كده في الاهلي؟ ففين هو؟ عندكم اللي بيغلط بيروح فين؟ ولكن جنش متالق، وكان قبليه عواد متالق، وكان قبليه ابو جبل متالق. ولكن القصه جنش مستواه ابتدى ان هو يرجع تاني للفورمه، وابتدى يقول للناس النهارده صد كورتين هايل جدا. جنش هايل يا باشا، ولكن يا ريت يستمر في الموضوع دوت، ان هو جنش يستمر في يعني هو كارتيرون يديله مباريات ويلعب مباريات كتيره مع نادي الزمالك، عشان هو من الحراس الكويسين جدا جدا في الدوري المصري. ولكن نادي الزمالك عنده المباراة القادمة أمام أسوان في كأس مصر، وهيقدر يعني بنسبة 90% إيه هيقدر نادي الزمالك إن هو يتخطى أسوان ويوصل للنهائي بسهولة جدا، يعني أنت فاهم؟ يعني آخر ماتش اللي هو قبل المقصة الزمالك كسب أسوان في الدوري 3-0، في الكأس هتقول لي الكأس مفاجأة، ولكن بدون مفاجآت الزمالك هيقدر إن هو يفوز على مصر المقصة وهيوصل لنهائي الكأس. هيستنى بقى إن النادي الأهلي عنده ملحمة، يعني النادي الاهلي بعد ما خلص مباراه الترجي عنده بيراميدز في الكاس يوم الخميس، فانت بتتكلم على مباراه موت يا باشا، بتتكلم على مباراه موت الموت يا بروجي. ولكن نادي الزمالك هيقدر ان هو يرجع تاني لمجرى المباريات ويبتدي ان هو يعني يفوز ويبتدي يشتغل على نفسه اكتر، ان هو يرجع تاني للانتصارات، سواء بقى يركز في الدوري او يركز في الكاس او يركز في الاثنين، عشان يجيب البطولتين لجمهور نادي الزمالك، عشان يبتدي ان هو يصارح جمهوره او يصالح جمهوره، انت فاهم، اي حاجه ان هو يجيب لهم اي بطوله. ما هي دي القصه، انت فاهم، اخر بطوله خدها نادي الزمالك كانت السوبر الافريقي، فبعد كده قفلوا الدولاب. ولكن لازم نادي الزمالك ان هو يشد اللعيبه تشد شويه، ان يبتدي تركز ان هي تاخد بطولات، وتبتدي ان هي تتكلم كويس جدا، او تبتدي ان هي اللعيبه تشد في الملعب، وتبتدي ان هي تعمل اداء كويس جدا امام الفرق يا برنس. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لجمهور نادي الزمالك. وده كان كل حاجه عن مباراه نادي الزمالك ومصر المقاصه في كاس مصر يا برنس. ما تنساش اللايك بتاعك، ما تنساش اشتراكك. سلام.